عندنا بصله متوسطه اهي مع حمراء او بطاطس الصفراء، اي واحده فيهم تمام. وهنبتدي والاثنين مع بعض بتديها نفس لون الاحمر ده هيفضل موجود. لو ثبتها اللون الجميل بتاع الطماطم ده مش تمام. نفس الطريقه اهي برضو للفاصوليا البيضاء واللوبيا، بس بيتسلقوا الاول ساعه في ميه غزيره، وبعدين تستخدم المكرونه اللي مسلوقه. بسم الله ما شاء الله، شوف لون الطماطم هيفضل كده جميل، وهيدي لون جميل للبط. بس اسرع اكله ممكن اي ست بتعملها، هتتاكل جنبيها فراخ بانيه ورز ابيض، مش بشعريه ولا اي حاجه، رز ابيض عشان الطبق يبقى شكله جميل. جربوا الاكله دي هتعجبكم جدا، وسهله وسريعه زي ما انتم شايفين.